فيلم سيف هاوس هو واحد من الأفلام اللي احتلت مراتب عليا في قائمة الترند في السعودية مؤخراً على منصة نتفليكس. هذا الفيلم اللي رغم أنه صدر في سنة 2012 إلا أنه بعد الحصول على حقوقه من قبل نتفليكس وعرضه من جديد صعد إلى قائمة الترند مرة أخرى. فيلم مناسب جداً لمحبي الإثارة والسرعة والرصاص المتطاير ومشاهد الأكشن. خلونا نشوف بعض اللقطات عنه ونعود للحديث أكثر. This guy's just not going to walk into an American consulate without good reason. فيلم سيف هاوس هو فيلم إثارة أمريكي من بطولة دينزل واشنطن وراين رينولدز. الفيلم تم إصداره في عام 2012 مثل ما ذكرت سابقا في شمال أمريكا من قبل شركة يونيفرسال ستوديوز، وتم تصويره في مدينة كيب تاون جنوب أفريقيا، المدينة الساحرة جدا من حيث التصوير ومن حيث كذلك الزيارة. الفيلم حصلت على حقوقه نتفليكس مؤخرا مثل ما ذكرت وتصدر قائمة المشاهدات، وهذا السبب اللي يجعلنا نتحدث عنه اليوم. يتكلم الفيلم عن الممثل دينزل واشنطن واللي يعتبر واحد من أخطر عملاء CIA، حيث أنه انشق عنهم وعن الحكومة الأمريكية بشكل عام. هذا الشيء حصل قبل سنوات من بداية الفيلم، لكن في بداية الفيلم نجد مطاردة ما بين جماعة مجهولة ودينزل واشنطن تجعل من دينزل واشنطن مضطر بأنه يدخل إلى السفارة الأمريكية رغم كونه مطلوب فيها ويسلم نفسه. هناك يلتقي بشخصيتنا البطولية الثانية واللي يقوم بأدائها الممثل راين رينولدز مثل ما أسلفت، ومن هنا تبدأ القصة بالتطور في محاورها الأساسية. This is Weston. We have a last minute reservation. Oh my god. That's Tobin Frost. Kill all the surveillance cameras in this room. Is this legal? تتطور القصة إلى مجراها الرئيسي وهو هرب راين رينولدز من قبل العصابة والهرب بالسجين دينزل واشنطن، وبعد ذلك تبدأ الأحداث بالتطور من حيث الأكشن والإثارة من هذا المنطلق. أنا شخصيا معجب بأعمال الممثل دينزل واشنطن وأجد بأني أميل للعاطفة أكثر من ميلي للمنطق في متابعة أعماله من التسعينات وفي فيلم مالكوم إكس مرورا بالألفية وفي فيلم ترينينج داي أو يوم التدريب، وهذا الرجل محبوب تمثيليا بالنسبة لي بشكل كبير. اليوم يعتبر واحد من كبار صناع الأفلام والممثلين لدرجة أنه حتى ابنه امتهن مهنة التمثيل من بعده، وله فيلم تنت القادم اللي تكلمنا عنه سابقا في حلقة ماضية من قبل المخرج كريستوفر نولان. بالتالي ليس فقط هو المتفاني في مهنته وعمله، بل أن حتى ابنه حب هذا المجال من بعده ورغب بأن يصنع اسم لنفسه في هذه الصناعة اللي هي صناعة السينما والتلفزيون أو مجال التمثيل. في فيلم سيف هاوس يميل الممثل دينزل واشنطن بالتمثيل لأفلام سبق وشفناه عمل عليها من قبل مثل The Equalizer، واللي يميل بطابع الجدية مع الأكشن أكثر من ميله للأفلام الكوميدية اللي ممزوج معها الجدية بالوقت نفسه مثل فيلم تو غانز مثلا. وبكل القالبين أقدر أقول بأن هذا الرجل مقبول بكل الأدوار ومتقن لها بكل ما اختلفت فيه. في فيلم هذا يقوم بأداء رائع ما بين الجدية في التمثيل وإثارة المشاهد. هو والممثل الرائع راين رينولدز يعتبرون مزيج ممتاز وجاد، على عكس مثلا فيلم تو غانز اللي أدى فيه ثنائي جاد وساخر كوميدي بالوقت نفسه. Remember rule number one, you are responsible for your house guests. I'm your house guest. They're here for me, but they want me alive. You don't kill. Time's a wasting. مجريات هذا الفيلم لطيفة. في أداء التمثيلي كان رائع من الجانبين، سواء كان الممثل راين رينولدز أو حتى الممثل دينزل واشنطن. مشاهد الأكشن والسرعة والمطاردات فيه كانت كذلك في غاية الروعة. القصة نوعا ما لك عليها شوي. التلاعب الصوري في هذا الفيلم من الناحية الأخرى وميلانه للون الأزرق أعطى عمق جميل جدا في نمط الصورة والثيم الخاص بالفيلم كذلك، فتجد أن له رونق خاص مختلف وجميل عن بقية أفلام الأكشن. الفيلم بشكل عام ممتع جدا للمتابعة، ولا أستغرب تصدر قائمة الترند حاليا بعد إصداره من جديد في نتفليكس وحصولها على حقوقه. تقييمي للفيلم هو 7/10. I want you to take me in.